السلام عليكم. ماذا جنى العراقيون من حكومات ما بعد الاحتلال المتعاقبة في زمن الديمقراطية الأمريكية؟ ها نحن نودع عام 2022 ونستقبل عام 2023، والعراق ومواطنوه يعانون باستمرار من الفساد الحكومي وانعدام الخدمات واستنزاف موارد البلاد النفطية لجيوب الفاسدين وبطالة متفشية بين صفوف الشباب ونسب فقر مرتفعة، ونازحون في الخيام في بلد غني بالنفط والغاز وإلى آخره. سجون مملوءة بالمعتقلين، صناعة معطلة، زراعة متدهورة، تلوث بيئي وتدهور في القطاع الصحي والتعليمي، وشح في المياه وفي الموارد، نسب انتحار مرتفعة، مخدرات منتشرة، ووضع اقتصادي مزري. ماذا نذكر بعد ذلك؟ هل جئنا بشيء من جيوبنا؟ هذا هو لسان حال المواطن العراقي المغلوب على أمره في ظل هذه الحكومات المتعاقبة في الخضراء. نتساءل مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، بعد أكثر من 19 سنة في ظل حكومات المنطقة الخضراء، العراق إلى أين يسير؟ وماذا جنى العراقيون؟ سيكون معي في هذه الحلقة ضيوفي الكرام عبر سكايب، كل من الأستاذ عبد القادر النايل عضو الميثاق الوطني العراقي. مرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بك وبضيوفك ومشاهديكم الكرام. أهلا بكم. وأيضا الأستاذ محمود المسافر الأكاديمي والباحث السياسي، مرحبا بك أستاذ محمود. مرحبتين بك وبضيوفك. الله يحفظك. أهلا بكم يا ضيفي الكريمين. نتابع سويا المشاهدين الكرام هذا التقرير، كونوا معنا. يودع العراقيون عام 2022 كبقية الأعوام العجاف التي مرت بهم منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003، وسط تراجع كبير في جميع مجالات الحياة، لا سيما الأمنية والاقتصادية، فضلا عن الصحة والتعليم والخدمات. العراق وعلى الرغم من ثرواته الهائلة، إلا أن تداعيات زيادة نسب الفقر والبطالة على المجتمع وبروز ظواهر الهجرة والانتحار والعنف الأسري وتعاطي المخدرات في تزايد مستمر، حيث ارتفعت نسبة الفقر عام 2022 بشكل مخيف، جعلت ثلث العراقيين يقترضون ليأكلوا وفقا للأمم المتحدة. ارتفاع نسب الفقر والبطالة في العراق كان لها تداعياتها الخطيرة على المجتمع، حيث ارتفعت معها نسب الانتحار، فيما قالت مفوضية حقوق الإنسان إن العراق يسجل نحو 700 حالة انتحار سنويا. من جانب آخر، فإن عام 2022 شهد استمرارا لتظاهرات تشرين المطالبة بوطن، على الرغم من حملات العنف والاعتقالات والقتل التي تمارسها الحكومة والميليشيات التابعة لإيران ضد ثوار تشرين. ومع اقتراب نهاية عام 2022 وبعد انتظار دام لأكثر من 8 سنوات، أوقعت تصريحات الحلبوسي التي عد فيها المغيبين مغدورين، أوقعت صدمة صعقت آلاف العائلات التي كانت تعيش على أمل العثور على أبنائها. كذلك في عام 2022 لم تنتهي معاناة النازحين في العراق منذ أكثر من 8 سنوات، وزادت الأمطار من معاناتهم، لا سيما نازحو جرف الصخر المقيمون في مخيمات بزيبز، متسائلين عن اليوم الذي سيعودون به إلى بيوتهم التي هجروا منها. كل واحد طيب يجي يشوف فيها العوائل البارحة بالليل، والله بها عوائل غرقت، الأطفال بالليل قامت التصايح، المي طبعينا بالغرف. احنا صارنا اليوم حوالي 10 سنوات قاعدين مخيمات البزيبز، احنا كم دوب نظل حد لا نعاني، ما خلنا مناشدات سوانا على الكاميرات طلعنا، يا دوب احنا نظل نسولف. احنا نريد حل، نريد حل للعوائل. العراق وللعام 19 يعد من أكثر دول العالم فساداً بحسب صحيفة International Policy Digest التي قالت إن الفساد مرض مستعصٍ في العراق لم تعالجه كل الحكومات المتعاقبة طوال عقدين،
بسبب نظام المحاصصة الطائفية والمحسوبية، فضلاً عن سطوة الميليشيات المدعومة من إيران. أبدأ معك أستاذ عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي. الآن أستاذ عبد القادر، نحن نودع عام 2022، أكثر من 19 سنة ودعناها، العراق إلى أين يسير؟ تحية لك وللأستاذ محمود ولمشاهديكم الكرام. من المعلوم تماما أننا في 19 عاما هناك حقبة تدميرية يعيشها العراق بسبب العملية السياسية التي أنشأها الاحتلال الأمريكي البريطاني بالتوافق مع الاحتلال الإيراني، وبالتالي هذه الفترة المظلمة الحقيقية في تاريخ العراق حقيقة إلى مزيد من التدهور وإلى مزيد من الأزمات، وبالتالي 2022 لن تكون إلا نسخة من السنوات الماضية في مآسي متجددة وملفات ثابتة في عمليات التدمير. نحن نعيش تدميرا كاملا للمؤسسات الصحية، للمؤسسات التعليمية، للمؤسسات الخدمية، وقد رأيتم يعني 19 عاما ومن ضمنها 2022 والعراق وبغداد العاصمة التي كانت بوابة العالم وهي التي حكمت العالم 5 قرون، ترونها تفيض وتغرق بزخات مطر بسيطة، وبالتالي حقيقة الفساد اليوم متجذر في العراق بسبب هذا النظام السياسي الطائفي. وكذلك رأيتم أنه لا زال عمليات التدمير مستمرة وممنهجة، يوما أو سنة بعد سنة أخرى تزداد عمليات التسرب من المدارس. نتكلم عن يعني مئات الآلاف من الطلبة الذين هم يتركون مقاعد الدراسة منذ السنوات الأولى، وحقيقة حتى حقوق الطفل لا يتم مراعاتها، وتجدهم يعني يعملون في الشوارع لإعانة عوائلهم. وبالتالي حقيقة 2022 ونحن نقترب بالأيام الأخيرة من نهايته هي نسخة متكررة لتلك السنوات، رغم أن هناك مآسي متعددة أخرى تزداد حقيقة لا تتراجع إلى الوراء. يعني معلوم تماما أنه حتى إذا كان هناك نظاما فاشلا، نظاما محاصصاتيا، لا ينبغي أن تكرر مراحل الفشل. ما نجده حقيقة في العراق وللأسف الشديد أن عمليات الفساد والتدمير تتجدد من جديد، وبالتالي الملفات التي دمرت في العام الماضي تستكمل تدميرها وتنشأ ملفات جديدة. يعني نحن في عام 2022 ولا زلنا يوميا نتلقى صدمات، سواء بعمليات الاعتقالات أو عمليات يعني كشف الجرائم الكبيرة التي جرت على العراقيين، ومنها الاعتراف الأخيرة لأن المختطفين هم مغدورين. طيب أين كنتم في السنوات الماضية؟ لماذا تم توقيت هذه القضية في عام 2022؟ لماذا لم يتم الإفصاح عنها في السنة الماضية؟ لماذا رئيس مجلس النواب عندما كانت لديه حملة انتخابية ذهب إلى عوائل الصقلاوية وجمعهم وتعهد أمام عوائلهم ونسائهم وأطفالهم بأنهم إذا أعيد مرة ثانية بزخم سياسي سيذهب لإخراجهم ويعلم مكانهم؟ لأهل الأكاذيب التي كانت حقيقة تنطلي ما سرعان ما تنكشف بشكل واضح تماما وعلى ألسنتهم أنفسهم. لذلك حقيقة هو حصاد مر ومتكرر للفشل، وهم متعمدين في هذه القضية، بل أقولها بصراحة أن العملية السياسية وجدت لتدمير العراق، وبالتالي بقاء هؤلاء مرهون بزيادة عمليات التدمير، وإلا هذا هو التفسير المنطقي الوحيد لمراحل الفشل الكبيرة الذي يعاني منها العراق في ملفات كبيرة. يعني وصلنا إلى مرحلة أنه نتجاوز 40% كخط للفقر في العراق، وبالتالي لا يمتلكون قوت يومهم نصف الشعب العراقي، فضلا عن معاناة الآخرين. والمصيبة الكبرى أننا في وقت لا يوجد هناك حصار، الحدود مفتوحة، الدول كلها تشرع أبوابها للاستيراد العراق، وصلنا لمرحلة أنهم لا يستطيعون توفير مفردات البطاقة التموينية للعائلة العراقية. نعم، الأمم المتحدة تتحدث أن ثلث العراقيين يقترضون المال لكي يأكلوا في بلد النفطي، دكتور محمود المسافر.
يا ترى عام 2022 كيف ينظر إليه العراقيون منذ عام 2003 والحكومات تلو الحكومات المتعاقبة في الخضراء تعيدهم في الانتخابات ومن ثم تزداد بسرقتهم إلى أن وصلنا الآن إلى مرحلة اليأس؟ المواطن العراقي يتحدث ويقول أن هذه الحكومة ما هي إلا وجدت ما وجودها إلا لسرقته والاستنزاف ثروات العراقيين، بلد نفطي وشعب تزداد معدلات الفقر فيه إلى مستويات مرتفعة. كيف تنظر إلى عام 2022 والسنوات التي سبقتها من بعد الاحتلال؟ شكرا، بارك الله فيك، تحياتي لك ولمشاهديك ولضيفك الكريم الأستاذ عبد القادر. الحقيقة أولا يعني ضروري جدا أن نتفق على تعريف للنظام السياسي الحاكم. النظام السياسي الآن يعاني من طائفية سياسية وليس طائفية حقيقية، وأنا أقصد ذلك الطائفية الحقيقية تجلب بين قوسين، نتحفظ على ذلك، بعض المنافع لطائفة معينة أو لمكون معين. نأخذ مثالا ثلاثة أمثلة مهمة جدا في بلدنا. مدينة حلبشة التي يعني صورت على أنها يعني مدينة الضحايا لمدة تزيد عن الثلاثة عقود، ومدينة طوريج المدينة التي أنتجت أسوأ سياسي في التاريخ الإنساني اللي هو نور المالكي، ومدينة جرف الصخر التي احتلت من قبل الحرس الثوري الإيراني. هذه الثلاثة مدن تكون مكونات العراق الحقيقية، واحدة للأكراد والأخرى جرف الصخر يسكنها المكون بين قوسين، احنا طالما نتحدث عن طائفية لازم نسميها بالمسميات، المكون السني وطويريج من المكون. لنسأل النظام الطائفي الآن، ماذا قدم الطائفيون السنة في العملية السياسية لجرف الصخر، وماذا قدم الطائفيون الشيعة ونور المالكي تحديدا لطويريج المدينة المخربة المهدمة، وماذا قدم الأكراد لحلبشة؟ العملية الطائفية أخي العزيز لازم تعرف هي عملية تهديمية تخريبية منذ الأساس على طاولة الاتفاقيات والاتفاقات المصالحية الخاصة للأحزاب. تسقط كل المصالح العامة وتسقط مصالح الوطن وتسقط مصالح الوحدة الاجتماعية للمجتمع العراقي. لذلك هذا النظام جاء الحقيقة ليخرب كل العراق ويدمر كل العراق على أساس نظرية الفوضى الخلاقة، ويتحول العراق إلى كانتونات تسمى كانتونات طائفية لكن في الحقيقة تحكمها مجموعة مافيات وميليشيات مرتبطة بالخارج. انظر إلى العراق اليوم الذي يدعي الإسلام حول العراق إلى يعني مرتع للإلحاد. اليوم الناس تبتعد إلى الإلحاد لتتخلص من هذه الحثالات اللي يسمونها الأحزاب الإسلامية. من وراء ذلك؟ وراء ذلك مخطط كبير صهيوني نفذته الإدارة الأمريكية وبريطانيا بالتعاون مع إيران من أجل إبعاد هذا البلد القلب العربي الحقيقي عن حاضنته الأساسية اللي هي الإسلام، وحاضنته الحقيقية اللي هي العرب والعروبة وجيرانه، من أجل أن تكون هناك دولة فاشلة لا يمكن يوما من الأيام أن تنتج أو أن تكون جزءا لا يتجزأ من الصراع في المنطقة. يعني عملية تحييد العراق هو ليس مخططا محليا، ليس مسؤول عنه لا الحلبوسي ولا هادي العامري ولا جلال الطلباني ولا برهم صالح ولا أي من هؤلاء. العملية السياسية هذه هي مخطط لها لتكوين دولة فاشلة اسمها العراق. لن يحصل العراقيون لا من عام 2022 ولا 2023 قادمة ولا اللي وراها أي شيء. وأنا يعني قلت في تغريدة اليوم، قلت أسوأ شيء
أنا تعلمته الحقيقة من 20 سنة الماضية، أن أخطر الأشياء هي الأمل في ليس محله وليس مكانه. لا ينبغي أن يكون لدينا أمل على الإطلاق بالعملية السياسية، لا ينبغي أن يكون لدينا على الإطلاق الأمل بشخوص العملية السياسية، كلهم جلهم عن بكرة أبيهم، وينبغي على الشعب أن لا ينتظر المزيد من الكوارث القادمة، عليه أن يتوقف ويقول كلا. اليوم الجنوب العراقي الحقيقة ليس حاضنة لأتباع إيران على الإطلاق، ولا يمكن أن يكون حاضنة بعد اليوم. لذلك اليوم أفضل وقت العراق يعيد توحده ويخرج ضد هؤلاء في ثورة منظمة من أجل أن تعيد الحق لأهله. أستاذ عبد القادر، بالنسبة للنفط، العراق بلد غني بالنفط، الإنتاج النفطي، الاقتصاد في العراق يوصف بأنه اقتصاد ريعي، أي أنه يعتمد على النفط فقط، ولكن الشعب لم يجني شيئا من موارده ومن هذا النفط الهائل. العراق يصنف من قبل العالم أنه دولة بمصاف الدول الغنية بالنفط، حاله كحال دول الخليج. ولكن هنا أين ثروات النفط عندما يرتفع معدل البطالة ومعدل الفقر بالعراق إلى مستويات مخيفة؟ هل الطائفية السياسية التي أسس لها المحتل الأمريكي برعاية إيرانية هدفها ثروات البلد؟ تفضل. معلوم تماما أن قضية النفط لا زالت، ولا سيما نحن نتكلم عن رفع كامل للحصار الاقتصادي عند الاحتلال الأمريكي، وتقديم هذه الثلة الفاسدة من الأحزاب والشخصيات السياسية المتعاونة مع المحتل، وهي حقيقة أصبحت شركات مساهمة لكل من يريد أن يدمر العراق، فهي خاضعة لكثير من الدول. ولذلك الثابت الوحيد بين هذه الأحزاب السياسية الحاكمة أنها ليست خاضعة لمصلحة الشعب العراقي ولا للشعب العراقي، إنما خاضعة لأجندات مخابراتية دولية تمثلت طليعتها في ولائها للنظام الإيراني رقما واحدا، وثانيا لتمشية المصالح الغربية بالاحتلال الأمريكي والبريطاني لبقاء ديمومة وجودها. وعلى هذا الأساس حقيقة فإن مخرجاتها ستذهب إلى كل ما يدمر العراق، سواء اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا أو أمنيا أو ثقافيا أو اجتماعيا. ولذلك أشار ضيفك إلى قضية مهمة، وهو تغييب الشعب العراقي يعني عن وجوده وعن كينونته. ولذلك حقيقة هم سعوا بإرادة النظام الطائفي حتى يتم تفكيك المجتمع العراقي، وبالتالي انشغال العراقيين في كثير من الملفات. وبالفعل هم نجحوا في بداية الأمر، لكن الشعب العراقي بعد 2018 كانت له وعد جديدة من شبابه الذين يشكلون الآن 60% من الشعب العراقي في آخر إحصائية، وهذا ما يقود على أن العراق قادم له أمل بعودته من خلال شعبه بإسقاط هذا النظام أو إسقاط هذه العملية السياسية، لأنه حتى نظاما سياسيا لا يحق لنا قانونا وسياسيا أن نطلق عليه، لأنه عبارة عن تجميع فاسدين ويتم تقسيم عليهم المناصب الحكومية لديمومة فسادهم. ولعل أبرز منتجات عدم وجود أثر حقيقي لعائدات النفط الخيالية والمبالغ المالية الكبيرة التي تعادل ميزانيات دول مجاورة حقيقة تشهد إعمارا، تشهد استقرارا، تشهد أقل تقدير تقدم سنوي، في كل سنة يتم تقديم جزء من بناء مدارس، جزء من بناء مستشفيات، جزء من بناء خدمات للطرق لغيرها، فضلا عن ارتفاع نسب المعيشة الكريمة وتقليل نسبة البطالة. إلا في العراق الذي يبيع يوميا أكثر من 4 مليون برميل نفط، وبالتالي غير المهرب طبعا للأحزاب عبر شركاتها ومافياتها، وبالتالي يجني يعني مئات المليارات. يعني احنا نتكلم اليوم عن خزينه فيها اكثر من 100 مليار في عام 2022. ما الذي جناه العراقيين عندما تفيض بغداد؟ ما الذي جناه مفردات البطاقه التموينيه؟ اين هناك مستشفى؟ هل من المعقول انه العراقي بدل ان يطالب بحقوقه في النفط ببلده
يطالب بإرجاعه للسكن في بيته الذي أخرج منه وهجر منه إلى العراء وإلى الخيام. هل هذا الحال هو سمة حكومات ما بعد الاحتلال؟ هل سيستمر بعد 19 سنة وأكثر؟ يعني ما دام باقي هذه العملية السياسية بشخوصها وحكوماتها وأحزابها، بالتأكيد سيبقى هذه الملفات، وإلا ما الداعي بإبقاء النازحين في خيامهم؟ نتكلم عن ما يقارب 2,000,000، إذا تكلمنا عن 1,600,000 نازح داخل الخيام، نتكلم عن 400,000 أو 500,000 يسكنون في كردستان العراق. هؤلاء أيضا لا يستطيعون العودة إلى منازلهم المحتلة، ولذلك نتكلم عن مدن منزوعة السكان. هذه المدن لم تعمر رغم وجود ميزانيات مالية كبيرة من النفط، لذلك حقيقة السمة البارزة لهؤلاء هو الفساد وازدياد إيغالهم في إيذاء الشعب العراقي وبالتالي استنزاف ثرواته. وإلا أين تذهب هذه المليارات التي دخلت العراق؟ نتكلم عن يعني أكثر من 1,000,000,000,000 دخل إلى العراق، ولا زال هناك عملية استقرار نسبية موجودة، يمكن لو كانوا صادقين أن يتم من خلالها إعادة تقدير أعمار المنازل الخاصة للمواطنين. هم لم يفلحوا في بناء أي شيء، ولا حتى مستشفى واحدا استطاعوا بناءه في مجمل العراق، ولذلك من فساد إلى فساد ومن سوء إلى سوء، وبالتالي هم الآن يجعلون العراقيين يفكرون في لقمة عيشهم. ولذلك إذا ما نظرنا إلى أقل تقدير في حكومة السوداني الذي مضى أكثر من 70 يوما من عمرها، وتعهد في برنامج حكومي بأنه سيقدم كثير من الأمور، تعيين، تثبيت، النظر إلى الدرجات الخاصة، يعني أن توصلنا إلى حال أن الشهادات العليا التي حقيقة يتسارع كل حكومات العالم لاستقطابهم من أجل زيادة نمو الحكومات والوصول إلى نجاح، يتظاهرون اليوم آلاف من حقيقة حملة الشهادات العليا تظاهرون لإيجاد عمل لهم في الجامعات. لذلك حقيقة 110 مظاهرة خلال 70 يوما من عمر حكومة السوداني هي مطلبية تطالب بحقوق عراقيين متنوعة، منها تثبيت عقود، ولذلك جعل الشعب العراقي يفكر إما بالتعيين، إما وصلنا لمرحلة الحال بلقمة العيش أو بالسكن كما تفضلت من مدن منزوعة السكان. لذلك هم يريدون بقاء هذه المآسي رغم أنهم حقيقة ببقائهم هو بقاء المآسي. نعم سيد عبد القادر، سأعود إليك مرة أخرى. دكتور محمود، بصفتكم أكاديميا، كما هو معلوم حتى في دول العالم المتقدم أو النامي في دول الخارج يعتمدون مفهوم الاقتصاد في رأس المال البشري، يعتمدون مفهوم الاقتصاد في الموارد البشرية التي هي تعتبر المدخل لأي نهضة اقتصادية واجتماعية. الواقع التعليمي، بالنظر إلى الواقع التعليمي في ظل حكومات ما بعد الاحتلال، كيف تصفه وهو كما يقول المختصون في المجال الاقتصادي أن الاقتصاد بوابته هو التعليم، فلا تنمية اقتصادية دون تعليم؟ الاحتلال بدأ بعملية قتل للنخب العلمية في العراق والعلماء، واستمرت هذه السلسلة لنشهد تزوير الشهادات ولنشهد واقع تعليمي متردي ومدارس طينية وإلى آخره. كيف تصف الواقع التعليمي خلال هذه الفترة من 2003 وحتى 2022؟ شكرا مرة أخرى، بارك الله فيك يا شيخ عزيز. يعني خلي أشرح لك على عجالة هو ماذا حصل من البداية كما نفهمها. اولا جاء الاحتلال، سوى رعب في المجتمع، هذا الرعب ادى بالتاكيد الى هزيمه او هروب عدد كبير من العقول، ولانه طبعا مساله طبيعيه هذه على وفق النظريات الاقتصاديه، اول من يهرب من المجتمع هو العقول، لانه العقول ينفتح لها بوابات خاصه حتى تخرج إلى الخارج. فصارت هذه العملية عندما حدث الاحتلال وحدث وحدث الرعب الأول. بعد ذلك مباشرة شافوا أن هذا الموضوع غير كافي، جاءت عملية الاشتتات، كل من هو موجود على رأس عمل الحقيقة من أصحاب الشهادات العليا والكفاءات اشتت،
لأسباب مختلفة، منها كونك في حزب البعث أو درجة خاصة أو مدير عام ومهندس أقدم وإلى ذلك. ثم جاءت المرحلة التي تليها وهي عملية قتل هؤلاء المشتتين. بدأوا هؤلاء المشتتين ينقتلون، لأنه هؤلاء الذي اشتتوا من دوائر الدولة ممكن أن يكونوا جزء لا يتجزأ من العمل في القطاع الخاص، وبالتالي يبقون في بناء الدولة. يعني لأن الدولة لا تشمل فقط الحكومة، الدولة تشمل الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المختلط. حتى هؤلاء ما يبقون نهائيا، تفرغ منهم الساحة، فتمت عمليات القتل المبرمجة والممنهجة. بعد ذلك مباشرة كان لازم يسوون عملية الإحلال. هذه عملية الإحلال ينبغي أن تكون عملية إحلال مشوهة، بمعنى لو كانت عملية إحلال حقيقية ما راح يتأثر هواي المجتمع، راح نسوي عملية إحلال حقيقية، يجون ناس آخرين لديهم علم كافي يدرسون هذا الشباب، يطلعون الشباب يخدمون المجتمع، يصير عندنا نقص في الكفاءات في الطب في الهندسة وكذا، نقدر نحلها بالزمن. لكن اللي صار أنه عملية الإحلال صارت عملية مشوهة. ليش؟ لأن سيطروا الأحزاب مباشرة بعد عام 2006 على كل الجامعات، 2005-2006 سيطروا على كل الجامعات، وبدأت الأحزاب تفتح الجامعات الخاصة، الأحزاب السياسية والميليشيات. هنا دخلنا إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة تشويه النظام التعليمي. بدأوا يطلعون كم كبير من الشباب هم من أنصاف المتعلمين وليس من المتعلمين. حتى هؤلاء أنصاف المتعلمين لو كانوا الحقيقة جاءوا إلى الاقتصاد وحلوا محل الآخرين لكانت الآثار أخف، لكن اللي صار مو هذا. اللي صار أنه العملية الطائفية السياسية التي سيطروا بها على العراق قتلت القطاع الخاص، قتلته بالكامل، بمعنى أن القطاع الخاص لم يعد قطاعا متميزا، لم احنا نسميه كرييتيف، ما يجيب شيء جديد، وانما اصبح قطاع خاص استهلاكي، لا توجد لدينا مصانع ولا مزارع كبيره ولا نشارك في التصدير، وانما صارت عندنا مولات، يعني احنا مستهلكين. فطيب هؤلاء الخريجين وين يذهبون؟ لانه المولات ما تحتاج هؤلاء الخريجين، اذا وين يذهبون؟ هؤلاء الحقيقه ليس لهم على الاطلاق الا الحكومه للتعيين. هنا كان الفخ الحقيقي للمجتمع العراقي، أنه أنت ليس لديك مآل إلا الحكومة، ونحن طائفيون هكذا يقولون الحكومة، ونحن طائفيون، عليك أن تكون طائفي، تصبح سنيا أو شيعيا أو كرديا، وتأتي لنعطيك حصة من التي تم إقرارها في الوزارة الفلانية، فستين ألف للشيعة، 40,000 للسنة، 30,000 للكرد، وهكذا. وبالتالي أرادوا أن يجبروا الشباب على أن يكونوا ضمن الواقع الطائفي. أنا في وجهة نظري الآن تم تخريب كل شيء، الواقع الآن مخرب. أسوأ شيء ينتج، وراح أقول هذا وطبعا راح ممكن يزعل عني مني بعض الناس، لكن يعني بالنتيجة احنا اقتصاديين مثل الأطباء لازم نقول الواقع مال الاقتصاد. نعم، تشخيص. أسوأ شيء راح ينتج عن المظاهرات هو إعادة تعيينهم. عندما يعينون هؤلاء المحاضرين في الدولة راح تزيد في الدولة مخصصات الرواتب، من تزيد في الدولة مخصصات الرواتب راح تكون على حساب مخصصات الأخرى. أهم المخصصات الأخرى هي عملية التنمية، هي بناء المصانع، هي الشوارع، هي المزارع، هي كل شيء الحقيقة. وبالتالي احنا راح نشوف دولة متخمة بالموظفين، منا إلى 10 سنوات ممكن أن يكون 80-90% من إيرادات الدولة يذهب إلى الرواتب، فيصبح المواطن الموظف عبد للدولة، لا يمكن أن يقرر أو يغير أي شيء، لأن ببساطة يستطيع أن يعاقبوه، ليس كما القطاع الخاص وواقع القطاع الخاص. لذلك أنا أرى أن هذه العملية الممنهجة التي بدأت من اليوم الأول بمرحلة الصدمة والرعب وانتهت اليوم بهذه أنصاف الكفاءات التي يعني تملأ الشوارع وتبحث عن وظيفة في الدولة، هذا بالتحديد هو ما حدث في التعليم العالي، من مؤامرة ضخمة جدا تشارك فيها الجامعات الخاصة أغلبها، طبعا لا نقول كلها بالتأكيد، هناك بعض الخير في بعضها،
لكن أغلبها اللي تابع للميليشيات تابع للأحزاب. واليوم نرى هذا القرار التافه الصغير الذي يصدره يعني رئيس الوزراء بمتابعة، أو البرلمان حقيقة، اللجنة التعليمية في البرلمان بمتابعة جامعة واحدة فقط اللي هي جامعة تراث، لأنها أعطت شهادة إلى الكاظمي رئيس الوزراء السابق، الذين يحاولون اليوم أن يتقاسموا معه كل ما أخذه معه. لذلك نحن أمام دايلما، أمام مشكلة حقيقية جدا تعرض لها التعليم العالي بغير، أنا هذا أقولها بصراحة، بغير منظومة سياسية ناجحة ونزيهة لا يمكن إعادة التعليم العالي إلى سابق عهده، أو على الأقل إيقاف التدهور. نعم، وهذا هو أسوأ ما في نظام المحاصصة، عندما يتم عرقلة التنمية وقتل التنمية بهذا الأسلوب. إذن المشاهدين الكرام، كونوا معنا بعد فاصل قصير. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة نسلط الضوء على حصاد عام 2022، وأين يسير العراق، وماذا جنى العراقيون من الحكومات المتعاقبة منذ احتلاله منذ عام 2003. بالعودة إليك أستاذ عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي. هنا عندما نتحدث عن موقع العراق في الموازنات الإقليمية وحتى الدولية، كان ثقيلا قبل الاحتلال عام 2003، وكانت كلمته مسموعة، ومن جميع الأبواب له يمتلك المقومات ليكون له الكلمة الفصل. هنا كيف تنظر إلى موقع العراق، أو المجتمع الدولي كيف ينظر إلى موقع العراق الإقليمي وهو يقع تحت الهيمنة الإيرانية، وهناك ميليشيات مسلحة متهمة بالإرهاب دولياً، يعني مهيمنة عليه، مهيمنة على اقتصاده، مهيمنة على كل مفاصل الدولة؟ معلوم تماما أن موقع العراق أصبح حقيقة بعيدا عن دوره الريادي، وهذا هو أهم مشروع أراده الاحتلال الأمريكي للعراق، هو إخراج العراق من دائرة التأثير. ولذلك لو كان العراق موجودا لما حدثت عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولو كان العراق موجودا لما تغولت إيران في 4 عواصم عربية واحتلتها عسكريا وثقافيا وسياسيا، ولما استطاع خامنئي تصدير ثورة الخميني الحالية، ويهدد هو دول المنطقة العربية وحتى الدول الإقليمية الأخرى كتركيا وغيرها. لذلك العراق هو أريد أن يزال من دائرة التأثير والوجود، وهذا هو مشروع التدمير الذي تسعى إليه العملية السياسية من خلال تبعيتهم المطلقة
للدول التي جاءت بهم وفي مقدمتها إيران. لذلك عام 2022 الآن تكريس فعلي للاحتلال الإيراني. ربما كان البعض يقول أنه هناك هيمنة إيرانية، هناك أمور ومصالح إيرانية. الآن بعد اختيار حكومة الإطار التنسيق الفاشل في الانتخابات الوهمية الأخيرة الذي قاطعها الشعب العراقي، وهنا حقيقة عندنا نقول أن الشعب العراقي يعول عليه كثيرا في إعادة العراق، لأنه منذ 2018 وقاطع الانتخابات في 2021 العراقيون عن وعي وإدراك قاطعوا 80%. لطالما كانت المفوضية وأحزاب السلطة وحتى الأمم المتحدة تشير على أن 40% يشارك العراقيين في الانتخابات، اليوم أنفسهم الساسة يقولون أن الصامتين في العراق الذين لم يشاركوا 80%. لذلك حقيقة هنا حقيقة تكمن عملية وعي العراقيين الذي وصلنا إلى مرحلة، وأنا أقول أستبشر خيرا ونحن في ظل هذه المآسي وفي ظل هذه الفوضى الضاربة في العراق، أن العراقيين الشعب المالك الحقيقي للعراق وصل إلى القناعة المطلقة بأن هؤلاء المدمرون لا يمكن أن يعمرون، وبالتالي هؤلاء ينبغي إزاحتهم ولا يمكن إصلاحهم. وعلى هذا الأساس فإنه نتكلم بعقدين أو أقل من عقدين من الزمن العراقيين وعوا المعركة وكيف تدار. لذلك حقيقة لم يغيب العراق كثيرا، 20 عاما نعم مضت في عمر الشعوب، هي مآسي لأن الكل يتفرج على العراق والعراق مشكلته أصبحت مركبة، لكن العراقيين الآن على الطريق الصحيح، وبالتالي من يمتلك الطريق الصحيح ستتنوع أدوات إعادة الوطن وستجتهد العقول العراقية والشبابية في إعادة الوطن. لذلك حقيقة هؤلاء هذا هو طريقهم، وإلا أنتم ناقشتم قضية التميم الذي تعتبر ركيزة أساسية. أنا أقول في عام 2022 يعني أكمل لك هذه الفكرة أستاذ سمير، في عام 2022 إحنا الآن وصلنا إلى من يسرق مصفى بيجي ليكون هو وزيرا للتعليم العالي. فإذا ما الذي ما هذه الثقافة التي يراد من خلالها الارتقاء بالتعليم؟ إذن المعيار هو أن تسرق أكبر رقم لتكون في أكبر منصب، وهذا ما يحدث. هل المعيار الآن عندما تمتلك ميليشيات العصائب القاتلة السفاحة المجرمة الموالية علنيا إلى إيران والتي تحمل السلاح، تمتلك وزارة التعليم، سننتج جامعات حكومية أو أهلية أو مرحلة تعليمية حقيقية؟ أنا أقول شيئا واحدا، ربما العام القادم في 2023 سنشهد مادة الثقافة الوطنية للجامعات العراقية في القول الممتع في شرقة المصافي، يعني لأنه لا يفهمون إلا هذه اللغة هؤلاء، وبالتالي حقيقة سيكرسون هذه الثقافة في طلبة يعني الجامعات. لذلك عندما يسرق 2.5 مليار دولار بسرقة القرن أو تستعاد 5% من هذا المبلغ بحسب المصادر، يعني هل من المعقول كمواطن عراقي ينظر إلى أموال بلده وأمواله أموال العراقيين تسرق على هذا النحو وهو نازح في العراء في الخيام في ظل السيول والأمطار يطالب بسلات غذائية ليسد رمقه أو وجوعه أو وجوع عياله؟ عندما تخرج الثورات أستاذ عبد القادر النايل، عندما تخرج الثورات الشبابية السلمية كثورة تشرين المطالبة بتغيير أو إسقاط هذا النظام المعتمد على المحاصصة، يواجه بميليشيات مسلحة مدعومة من دولة إقليمية وهي إيران، يا ترى هل لا زال من وجهة نظرك مؤشر الشعور لدى الشاب العراقي الآن الغارق، أو ربما لا نقول غارق كله، يعني نقول أنه مهدد بإغراقه بالمخدرات ومهدد بإغراقه أو إدخاله في غياهب السجون، هل لا زال هذا الأمل بالتغيير وهو محاصر ما بين مخدرات موجودة تدخل عبر الحدود ومحاصر ما بين ميليشيات مسلحة مدعومة بالسلاح الإيراني؟ ما هو المشاريع التي أدت إلى تغييبه أو المشاريع التي أرادت أن لا ينهض العراقيين فشلوا فيها طوال 19 عاما، مشاريع كانت أقسى من مشاريع المخدرات. نعم هم يبحثون عن كل ما هو إبعاد العراق وتفكيك المجتمع العراقي هي السمة البارزة للعملية السياسية، وهم لم يستطيعوا إنشاء دويلات متناحرة في العراق. النظام الأمريكي بقوته وبمخابراته وبماله
مع الإيرانيين مع البريطانيين فشلوا في تفكيك المجتمع العراقي، ووصلنا إلى مرحلة الوعي الوطني، وكسروا جميع هذه في يوم من الأيام في 2019 كسروا جميع هذه المشاريع الخبيثة الطائفية وتقسيم العراق وما إلى ذلك. نعم المشاهد مأساوية، لكن الخير كبير في العراقيين، وأظن أن العراقيين أصلا الآن يتمتعون بعملية النظر في كيفية إيصال معاناة العراقيين. ولعل بطولة 25 لخليجي الذي ستقام بعد أيام معدودة، هناك رؤية لثورة تشرين بأن تنطلق حناجرهم في داخل مدرجات الملاعب للكلام عن مأساة العراقيين. لذلك حقيقة نعم الأمل موجود في هؤلاء الشباب وفي هؤلاء العراقيين جميعا، وبالتالي نحن وصلنا إلى مرحلة الوعي الكبير والوعي الوطني الذي هنا أقصده، وبالتالي من يكسب معركة الوعي قد كسب المعركة. نعم هناك مراحل وجولات وصراعات ما بين الحق والباطل، وبالتالي هذه الصراعات طبعا غير متكافية أكيد، لأن أشار جنابكم الكريم إلى امتلاك إيران أذرع وجماعات مسلحة قتلت. لعل أنه أبرز ما جاء أن غرفة العمليات كانت بقيادة المجرم قاسم سليماني في قتل شباب العراق. لذلك حقيقة الآن كل هذه الأمور تتكلم عن شيء مهم تماما، وهو أن العراق قادم بلا مجال، وأن الأمور ستذهب باتجاه إنتاج حالة وطنية عراقية قادمة. وإلا بماذا تفسر انتشار أمني مكثف في الأنبار؟ يعني من 3 أيام بعد يعني أزمة الوقود في الأنبار، الذي اتضح مؤخرا أن حصة الأنبار ذهب بها رئيس مجلس النواب إلى لبنان كهدية إلى حزب الله الذي يعاني من نقص حاد بالوقود في سبيل بقائه في المنصب، وهذه عمليات السياسة على حساب بقاء المواطنين في طوابير كبيرة للسلام في أزمة الشتاء، بضع من اللترات لتدفئة منازلهم. انتشرت بكثافة كبيرة تماما في هذه المحافظة التي تعاني من استهداف ميليشياوي واستهداف داخلي وقمع أمني حتى على من يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي خوفا من اندلاع تظاهرات. فلذلك حقيقة هم لا يستطيعون بسط نفوذهم وسيطرتهم على الشعب العراقي، وبالتالي هذا يؤكد على أن الشعب العراقي لا زال حي رغم المآسي الذي يتعرض إليها والاستهداف والتضييق. نعم أستاذ عبد القادر. دكتور محمود، يعني العراق بالتأكيد ليس ببعيد عن الأزمات الدولية وما يجري في العالم من حرب أوكرانية روسية، من حرب روسية أوكرانية، وكذلك من أزمات في الوقود، أزمات في الطاقة، أزمات في الحبوب، في الغذاء، ارتفاع الأسعار، تدهور العملة العراقية. يا ترى كيف تنظر إلى يعني وضع المواطن العراقي خلال العام 2023؟ الكثير من المحللين الاقتصاديين والسياسيين يحذرون من أزمة كبيرة تواجه العالم، والعراق بالتأكيد أكثر من 19 سنة من المفترض أن تكون هذه السنين رخاء وتدهور اقتصادي وتنمية، ولكن كيف سيواجه المواطن العراقي المغلوب على أمره هذه الأزمات المضافة إليه؟ يعني استاذ سمير، انا اكو موضوع الحقيقه يعني ما اريد اغادره قبل ما انطي براي مهم اريد الشباب كلهم يسمعون. تفضل دكتور. وثم اجيبك على هذا الموضوع المهم. موضوع المخدرات الحقيقه يعني انا اؤكد للشباب العراقي اليوم ولاهلهم جميعا، لكل الاباء والامهات، ان الوسيله الوحيده المتبقية للنظام الإيراني ومن خلفه هي موضوع المخدرات. هذه الوسيلة الوحيدة، خلص موضوع التغييب العقدي لم يبقى. خلص الناس فهمت الآن اللعبة الطائفية وماذا يريدون منهم، أي نوع من أنواع الصراعات الفكرية الشباب داسوها الحقيقة في ساحة التحرير. ما تبقى الذي ممكن أن يصيب كل الشباب شاء أم لم يشاء هو موضوع المخدرات. المخدرات أستاذ سمير ويسمع كل الأخوان وضيفك الكريم الصديق العزيز، المخدرات لها 3 جوانب: جانب التوزيع، وجانب الاستهلاك، وجانب الإنتاج.
هذه الثلاثة جوانب كانت غير موجودة في العراق ما قبل الاحتلال على الإطلاق. الموضوع الوحيد الذي كان يحارب بقوة أثناء الحصار الاقتصادي هو موضوع التوزيع، عفوا موضوع يعني المرور، نعم التوزيع. هذا الموضوع وقفت به الحكومة العراقية ما قبل 2003 العهد الوطني، وقفت موقفا حاسما فيه، لأنه لو سمحت بذلك لانتشرت المخدرات. لكن في موضوع استخدام المخدرات أو استهلاكها، وفي موضوع إنتاجها، لم يكن العراق على الأطلاق في هذا الوقت. اليوم ماذا حصل في العراق؟ أنا أريد الناس يفهمون، إذا هذا الموضوع أنتم استطاعتوا بشكل منفرد كل عائلة أن توقف، تنتهي إيران بالكامل. أولا أن المخدرات تحتاج إلى سقوط المنظومة الأمنية، وأنظر إلى الدول التي بها مشكلة بموضوع المخدرات، ما عندها منظومة قانونية على الأطلاق ولا منظومة أمنية، فلازم تسقط المنظومة الأمنية القانونية، وهذا أول ما حصل في العراق. بعد ذلك تكونت ممرات آمنة، لأن سقطت المنظومة الأمنية وأصبح الشرطة والجيش مرتشون، وهناك ميليشيات تسيطر على الأرض، فأصبحت هناك ممرات آمنة. خرجت المخدرات من العراق وذهبت إلى دول الجوار، فذهبت إلى السعودية وذهبت إلى الأردن، وليس ببعيد قبل يومين ثلاثة اكتشاف السلطات الأردنية ل6000 أو 6 ملايين حبة، رقم من هذا القبيل، جاء مع التمر إلى الأردن، وتذهب إلى الكويت وهكذا. فهذه بيئة العراق بالنسبة لهم اليوم بسبب سقوط المنظومة القانونية والأمنية هي بيئة مناسبة للتوزيع، هي ممرات آمنة. هذا رقم واحد للنقل، يعني للترانزيت رقم واحد. موضوع الاستهلاك هم بحاجة إلى أن يحبط المجتمع، عندما يحبط الشباب يحبط المجتمع، لذلك الأمل ثم الأمل ثم الأمل بالنصر. لازم العراقيون يعرفون أنهم راح ينتصرون، أحسن. وينتصرون حقيقة، وأن 20 سنة كما قال الأستاذ عبد القادر النايل هي صعبة على الناس لأننا نعيشها، لكن هي ليست صعبة على الشعوب وعلى الأمم. 20 سنة لا تعني شيء، لذلك ينبغي أن ينهضوا بالأمل، لأنه مع الأمل يوقفون الإحباط، مع الإحباط تنتشر المخدرات، ينبغي أن يعرفوا ذلك. أحسنت. لذلك تشوفهم لا يوجد عمل، تعليم سيء، نشر الأمية، نشر الجهل، هو القصد نشر الإحباط حتى تصير البيئة العراقية بيئة مستهلكة للمخدرات الإيرانية. نأتي إلى الإنتاج. الإنتاج يحتاج مكانات زراعية بكميات كبيرة من الهكتارات لزراعتها. كيف يحصلون على هذه المكانات في دولة آمنة غير مقسمة؟ لذلك ينبغي أن تقسم، ينبغي أن يهجر الناس، ينبغي أن تحصل كانتونات اقتصادية لا يستطيع أحد الدخول إليها. عندما يقول الحلبوسي وغير حلبوسي أتحدى أن يدخل أحد، طبعا ما يستطيع أن يدخل أحد، لأنه هؤلاء يحمون تجار المخدرات الإيرانية والباسيج وحرس الثوري، يحمون المخدرات ولا يسمحون لأحد أن يذهب ويرى المخدرات. لذلك اليوم العراق منتج في مكانات مثل جرف الصخر وغيرها، ومستهلك بسبب الإحباط، وأفضل وسيلة للترانزيت والتوزيع بسبب سقوط المنظومة الأمنية والقانونية. فعليكم أيها العراقيون، من كل واحد منكم أن يحاربها بشكل شخصي، يحاربها بأولاده، يحاربها بالمدرسة، يحاربها بالجامعة، يحاربها في المقهى. ينبغي أن نوقف هذا النزيف الكبير من العراق بسبب المخدرات. هذه رقم واحد. أنا ما بدي هذا الموضوع الحقيقي غادر، لا، موضوع مهم جدا. يا ريت دكتور في نصف دقيقة لو سمحت. نعم، أخيرا أقول أخي العزيز، الشجرة الفاسدة لا تثمر، ومن يعتقد أننا سنخرج باقتصاد متوازن أو ممكن أن يكون لدينا فعالية جيدة ضمن حكومة فاسدة، أو تكون لدينا نتاجات جيدة من حكومة فاسدة، هذا غلطان الحقيقة، فليعد حساباته. العالم الاقتصادي اليوم متناحر. شكرا لك. هذا العالم الاقتصادي المتناحر، احنا لقمة سائغة، ضعيفين، ما عندنا منظومة قانونية، ما عندنا منظومة أمنية، ما عندنا جيش. عندنا نظام مفكك، عندنا كانتونات، لذلك ينبغي أن نتخلص من كل هذا حتى نواجه ما يحدث اليوم
في العالم. شكرا جزيلا. من تناحر سياسي واقتصادي. شكرا لكم دكتور محمود المسافر الأكاديمي والباحث السياسي العراقي، وشكرا جزيلا للأستاذ عبد القادر النايل عضو الميثاق الوطني العراقي. في الختام تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية وفي أمان الله.